هذا وكان قد وصل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته الى جمهوريه مصر العربيه الشقيقه هذا اليوم في زياره لها بدعوه من اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. يجري جلالته خلالها مباحثات مع فخامته تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى آخر المسجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والعربية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي اخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد اللواء احمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والسيد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة وسعاده السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكه البحرين لدى جمهوريه مصر العربيه والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه وعدد من كبار المسؤولين